أنا أنا مين أنا؟ أنا اللي كان ولا اللي كان؟ لا مش أنا ولا الزمان لفني وجابني هنا. أنا مين أنا؟ أنا مين أنا؟ طب فين أنا؟ فين اللي فات؟ ليه السنين جريت بسرعة وكأنهم حبة ساعات؟ ليه القلب مات؟ ليه كلام مات على اللسان؟ ليه السكات؟ ليه الحنان ما بقاش بيبان؟ فين اللي كان؟ ومين أنا؟ ومين أنا؟ أنا؟ أنا مش أنا. أنا أنا اللي كان ولا اللي كان؟ بقى مش أنا. يعني ده حلم اتحقق بعد 30 سنة بعد تقريبا حوالي 25 سنة انك تغني النمط ده من الاغاني جاز او بلوز. خططك مشروعاتك الجديدة ايه؟ هتتفرغ للغنى ولا لا؟ دي كانت تجربة كده. لا مش تجربة، دي حياتي. بصي اقول لك حاجة، انا بالعقل كده انا عملت كل حاجة لكل اللي حواليا. يعني على مدار العشرين سنة اللي فاتت كانت حياتي كلها ناسي حاجة اسمها أسامة خالص، ومكرس كل حياتي لكل اللي حواليا، والأولويات كانت مراتي وولادي. إن أنا أبدلهم مستقبل، أدخلهم مدارس، أدخلهم جامعات. ولادي لسه داخلين الجامعة، يعني السنة اللي فاتت ابني الصغير دخل الجامعة وعنده 16 سنة، والكبير في الجامعة سنة تانية وعنده 18، كان يعني دلوقتي 19. شغلي، شركتي، الستاف اللي بيشتغلوا معايا، لان دي بيوت مفتوحه، كياني، البيت، مصيف، يعني بقى عملت لهم كلهم كل حاجه. بعد 20 سنه 22 سنه بصيت لقيت انا عملت لكل الناس، رضيت كل الناس، وانا مبسوط على فكره جدا. انا سعيد لما بلاقيهم مبسوطين، ببقى سعيد. انا فين؟ انا في وسط كل ده فين؟ الحاجه الوحيده اللي انا بحبها ما عملتهاش. جالي قديمة على أحبالي الصوتية، هي اللي عملها لي الشرخة دي. يعني لو تسمعي أغاني القديمة بتاعتي ما كانش فيها كده، يمكن أنا اليومين دول رجعت أتعالج تاني. طب أنا عايز أعمل اللي أنا بحبه، إن شاء الله أعمله مرة وأموت، مش فارق معايا، بس أعمل اللي أنا بحبه. أنا بحب المزيكا جدا، حياتي فيها. وصلت لدرجة من كتر ما أنا مهتم بشغلي إن أنا العود بتاعي بدور عليه مش لاقيه. أتريني سبته في المكتب، مهندس الصوت خده في البيت بدند، يعني بدور أنا مزيكتي فين؟ المزيكا اللي بسمعها في عربيتي هي فلاشة واحدة بقالها 7 سنين، ما اتغيرتش عليها شوية أغاني غربي وخلاص. لقيت نفسي ليه كده؟ أنا ليه كده؟ ما أرجع أسمع مزيكا، أرجع أستمتع بحياتي، أرجع. أنا مش عايز أعمل أي حاجة تانية، لا عايز أروح ولا أجي. ده واضح إن أنت يا أسامة أخدت قرارات مصيرية في الفترة اللي فاتت. قررت إن أنا الحمد لله تمام، ولادي بقوا يعني مش محتاج ودي وصل قيس حرارة، مفيش ده، خلاص كبروا بقوا رجالة. فانا كمان عايز اعمل اللي انا بحبه، فبما اني هعمل اللي انا بحبه ومش هاجي على حق البيت ولا حق اولادي، لان انا مش هسيب شركتي خالص، يمكن انا بكبرها، نفسي اولادي يمسكوها بعدي، مش هسيب انا ونجوم وهواك، لان ده ابني التالت. الا لو هم قالوا لي روح مش عايزينك تاني، هروح بكل احترام. فانما دي حاجه بحبها، فانا هستمر فيها، بجهز حاجه جديده. حلو ان الواحد يبقى طول الوقت عنده مجموعة أهداف، عارف إن هو لما هيعمله هيحس بالرضا. وأنا مغامر جدا، يعني ناس كتير يقول لك أنت مجنون في السن ده وجاي تغني تاني، الناس هتقول عليك إيه؟ هتنتقدك. اللي ينتقد ينتقد، أنا مش دعوة، أنا بعمل اللي أنا بحبه. حبوها الناس أوكي، ما حبوهاش أنا حبيبها ومبسوط بيها.
واضح ان الاغنيه ما كانتش مجرد اغنيه، المعنى كمان كان تساؤل شخصي. ما هي المعنى، انا فين، انا مين، انا اللي كان ولا اللي كان بقى، مش انا ولا الزمان لفني وجابني هنا، ما انا قاعد في المكتب. طب فين انا، فين اللي فات، ليه السنين جريت بسرعه وكانهم حبه ساعات، ليه العمر ليه في ايه، ايه اللي حصل. اوكي، فده عشان كده انا قصدت ان تنزل دي الاول، في بعدها بنحسس على الكلام. دي برضو كلامي ولحني بنشتغل فيها اليومين دول، كلامها بسيط جدا، بقول بنحسس على الكلام والخوف مالينا، والكلام خارج لوحده من عينينا، خايفين نقرب، خايفين نجرب، ولا خايفين من كلام الناس علينا. بنحسس على الكلام، بنحسس على الكلام وبنداري الألم واحنا عارفين قلب مين اللي اتظلم. بنحسس على الكلام ونزود في العناد، والعناد عمره ما جاب غير الندم. بنحسس على الكلام جاز برضو. لا هنستنى الأغنية جاز، هنستنى أسامة منير. كل واحد في وقت من الأوقات لازم كمان يدور على نفسه ويسأل نفسه السؤال عشان ما نبقاش تايهين في الدنيا. على فكرة حرام نضيع عمرنا، حرام. أسامة منير، خارج أنا والنجوم وهواك، مش هقدمك على أنك المطرب، هقدمك على أنك الشخص اللي بيعيد طرح السؤال على نفسه وبيشوف إيه اللي عمله في الدنيا وإيه اللي عايز يعمله. إيجابية جدا، حلوة جدا أغنيتك الجديدة، الإذاعي الشهير جدا أسامة منير. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.